أعزائي المشاهدين الحلوين الطعمين، أهلا بيكم معانا في الجزء الثاني من رحلتنا اللي لسه مكملة مع أسرتين لذاذ جدا. أحب أفكركم مين هم معانا: أسرة الأستاذة جوري ومحمد ومامتهم نسمة وباباهم ماجد. أمجد ولا ماجد؟ أمجد صح، أنا عمالة بتلخبط بقى معلش. وعندنا أسرة الأستاذة ليلى اللي معاها ابن عمها مالك ومامتها الأستاذة شيماء والأستاذ شريف باباه. طيب إحنا مكملين، عندنا لعب ومسابقات وتحديات وحكاوي تانية وطبخ كمان، بس قبل ما نعمل أي حاجة النهاردة تعالوا نفتكر مع بعض حصل إيه امبارح. يلا بينا. ودلوقتي يجي ميعاد اللعب والتنطيط والهزار والمسابقات والحواديت كمان. النهاردة يا أصحابي هنزور بيت هو البيت الأزرق. أكتر حد بابا بيشجعه في الكورة؟ النادي الأهلي. إيه أكتر لون ماما بتحب تلبسه في لبسها؟ I think الأسود. يا دودو. يوري اللي كسبت. جينا بقى اللعبة من ألعاب بابا وماما اللي كانوا بيلعبوها وهم صغيرين طبعاً. أيوة بيعملوا لي كده هو وعارفينها كويس قوي، والحقيقة أنها لسه مستمرة لحد دلوقتي والصغيرين برضو بيلعبوها عارفينها صح؟ طيب هنشوف بقى مين اللي هيكسب في كل الأسرتين دول، لأن حد واحد بس اللي هيكسب. جاهزين؟ هنسمع المزيكا نتحرك. أول ما المزيكا تقف هنقعد على طول من غير زق، من غير أي حاجة خالص من الحركات دي. أوكي؟ يلا نسمع المزيكا. اتحركوا اتحركوا اتحركوا. ليلى اتحركي اتحركي، ماشي الحركات دي. اللي يخسر هياخد كرسي وهو خارج. ماشي مين؟ تعالي يلا تعالي. حلو الاول، برافو. يلا قوم اقفوا. لذيذ قوي، مبسوط مبسوط فيكي. يلا ناخد كرسي، اقعدي جنبي هنا حبيبتي. يلا نسمع المزيكا نتحرك. يلا مالك اكسايتد قوي. الله، تعالي يا ماما تعالي، هاتي كرسيكي وتعالي. هو تعالى يا محمد، انت هو ماما. هاتي الكرسي يا ماما، ماما اللي زقتك، هاتي الكرسي يا ماما. يلا معلش يا حبيبي، معلش يا حبيبي. يلا تعالى يا حبيبي اقعد جنبي هنا. يلا اللي بعده. يلا ها ها ناخد بالنا، اجروا لسه يا مالك. ايوه هات كرسي، طب معاك هات كرسي معاك، الأسرة دي بتخلص. نا 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 خليه. يلا 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 نسمع المزيكا. ها اجروا بقى شوية. ايوه برافو يا بابا. راح يا مالك انت هتخسر. يلا يا ماما اجري يا ماما، بلاش الحركات دي. لسه يا مالك لسه لسه. ها تعالي يا ليلى تعالي، هات كرسي تعالي يا ليلى. ماشي
ده أسرة واحدة، أسرة واحدة هتخلص على بعضها فعلا. يلا اقعدي. يلا مزيكا. ها ها، عندنا مالك وقع من الأسرة دي. في أمل، في شيلي إيديكي يا جوري، برافو. تعالي يا جوري عشان بتحطي إيديكي. يا سلام يا حبيبة بابا، الله على الحضن. بس الحضن مش هينفعك. يلا هات كرسي، كرسي كده. بابا وماما قدام مالك، مالك هو أمل هذه الأسرة. نخلي بالنا من بعضينا ومن مالك يا بابا ويا ماما. يلا من غير لما تتحرك. يلا مزيكا. لا ماما اسرع يا ماما، اسرع، ما بلاش الحركات دي، عارفينها، كنا بنعملها واحنا صغيرين، كنا بنعملها واحنا صغيرين. هي لعبتنا لسه يا مالك، ما تستبقيش الاحداث. يلا. بابا بابا. يلا يا بابا، فاضل مالك من هنا وماما من هنا. يلا يلا هنشوف مين فيكم اللي هيكسب. يلا مزيكا، يلا اجروا. مامي تسابي. بيدوخك، بيدوخك علشان يكسب، بيدوخك، خلي بالك، بيخلي بيدوخك. دوخك بس ما كسبش. ماما يا سلام على الحضن، يا سلام. يلا بينا، يلا بينا نبدا العاب التحدي على طول. جينا بقى الاول العاب التحدي، واللعبه اللي عندنا بقى الكوره والاجوان اللي الزوجات بيموتوا فيها بحماس. ها ايوه معلش الاباط هتقعد قعده الاسره. معلش نحط ايدينا ورا، ايوه ورا ظهرنا، ارجع ورا سنه، مش الحركات دي، ماشي. ايوه لا طاقه ناصلي من بدري. يلا نبتدي مع بعض بقى ومع العد. اوكي محدش يرمي في نفس الوقت. لا عشان كده بقول محدش يرمي غير لما اقول. اوكي يلا، واحد ارمي على طول في راسه. الله حلوه من هنا، روح هات الكوره من هنا. يلا واحد، الله حلوه جدا، روح هات الكوره. ايه انتوا بتتحركوش ليه؟ يلا اتنين، يلا اتنين، الله على العصافير اللي بنصطادها. اتنين في راسه، الله حلوه 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 يا ابني، حلوه جدا جدا. يلا ثلاثه. واحد صفر للفريق الأحمر، لأن الفريق الأصفر دخل الكون في نفسه. ثلاثة، الله حلوة حلوة حلوة. أربعة، ماشي. أربعة، ماشي. يلا خمسة، حلوة قوي قوي قوي، بتعمل له كده. يلا خمسة في راسه، الله حلوة. ستة، حلوة قوي، في هنا إصرار. يلا ستة دي. يلا سبعة، حلوة، ماشي معلش. سبعة في راسه، حلوة. يلا تمانية، ماشي. تسعة، يلا أيوة حلوة قوي. تسعة، راحت بسرعة. الله 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 على المزيكا، حلو جدا جدا جدا. آخر كورة، يلا. ماشي حلوة دي، عجبتني. لا والله عجبتني. آخر جول، عشرة. حلوة قوي قوي. 1-0 لصالح الفريق الأحمر، لأنه دخل في نفسه جول. كده يبقى احنا حلوين قوي 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 وسخنانين جدا جدا جدا. نروح نكمل ألعاب التحدي بتاعتنا. تحدي لعبة الجينجا، نشوف مين اللي هيوقع البرج النهارده. مين هيعترف على نفسه من الاول؟ انت بتعترف؟ انت اللي هتوقعه؟ اما نشوف يا مالك، ربنا يستر. طب تعالى نبتدي بقى من باب التغيير من اليمين، اتفضل على طول. يلا في ثقة في النفس، مهندس ها؟ صحيح كهرباء بس يعني خدنا الاسس. شكرا يا فندم. ايوه طبعا شكرا. حلو بس خلاص، هي واحدة بس، واحدة بس. شفت الموضوع سهل ازاي؟ يلا
في تهور. ايه 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 التهور ده يا شريف؟ طيب ايه ده؟ وانت هو متهور دايما؟ اوكي سواقته متهوره؟ لا لا ماشي. يلا يا ماما. انت اتخضيتي كده ليه؟ ايه نسمة فيه؟ نسمة اتخضت قوي. ماما بالراحة. برافو. فيري سيف. لا هنحطها التالتة بتاعتي. حاولي تظبطيها وتحطيها مع بعض. معلش هو رخم عليكي. معلش. ايوه. طب ممكن تزوقي لك ممكن لا يا حبيبتي عادي ممكن تزوقيها. كده موقعه احنا لسه في الاول. هنوقع دلوقتي يا قنظان وحش قوي. ماشي يلا يا ماما. دقه تركيز ثبات في اتش ار عارفاكوا. يا سلام على الثقه. لا واحده بس ايد واحده بس ايد واحده اوكي. ها؟ لا اتش ار ايه بقى ده خلاص اتش ار ايه يعني... ما تخافيش شاطر ماشي. ممكن العكس عشان انت حطاها بالعكس. لا يعني قلبيها اقلبها كده. ايوه حطيها حلو بقى. انتوا ليه بتعملوا كده في بعض؟ يعني ايش هظبطها كده ماشي كده. شكرا. يلا يا محمد بالراحه يا محمد. ايه يا محمد؟ تعالى كده يا محمد. ايوه بالراحه يا محمد بالراحه وانت بتتحرك. جرب كده مع انه اتس نوت ا فيري سيف اوبشن. ها بس تهز. كله هيتهز دلوقتي. برافو يا محمد. خلي بالك وانت بتحطها عشان هتتهز حالا. رجعها. والله بجد رجعها مش بهزر. عادي؟ ايوه عادي. حاول تاخدها تاني. حلوه دي طلعت في ايدك. ايه الصدفة دي فعلا؟ ماشي حلو حظك حلو. خلي بالك وانت بتحطها. يلا يا ليلى خلي بالك يا ابني. ليلى جاية عارفة هي هتعمل ايه. مركزة مركزة قوي يعني. شاطرة يا لولا. خلي بالك وانت بقى ايه. ماشي يلا يلا يا جوجو خلي بالك. بتقولي له هيعمل ايه؟ طب ما عادي ساعديه ما تقدري تساعديه. حاسه ان هي تقع. حاسه؟ طب هنعمل ايه؟ تقدري ترجعيها تاني. مش بترجع. مش بترجع يا تشيليها خلاص تقول ايه انها ترجع. اوف بقت صعبه قوي يا جوجو. بقت صعبه قوي قوي قوي. بالراحه بقى يا مالك خالص بالراحه بالراحه. ايه الثقة دي يا مالك بالراحة؟ هناخد ايه؟ واحدة بقى. ايوه طلعت في ايدك. برافو. والنبي شطارة. برافو. برافو يا مالك. برافو يا مالك برافو. يلا. احنا بنضيع طبعا. يا باشمهندس بتضيعوا فعلا. الله. مهندس يا جماعة. هندسة تكتكة. شريف تهورك مقلقني. انا قلقني. تهورك مقلقني بس هو ده اللي مقلقني. بس هي سهله في كذا واحده طالعه لوحدها. بنسيبهم وندور على اللازقين في بعض. سبحان الله سبحان الله. بتبقى الحاجه قدامنا كده اهو واضحه وضوح الشمس. طبعا يعني يا شريف ده في كذا واحده طالعه يا شريف. يلا الحمد لله. توقعاتي ما خابتش خالص. يلا نروح نشوف تحدياتنا النهارده ايه. جينا اللعبة بقى حلوة خالص من ألعاب التحدي. متحمسة لها حماس رهيب. عارفين اللعبة دي؟ عارفين هتلعبوها ازاي؟ جاهزين تلعبوها؟ جاهزين. الأهالي جاهزين يشجعوا؟ طب يلا بينا يا ولاد كده. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوه نبتدي بقى من اليمين للشمال على طول. تعالى يا مالك ما جيتش معانا ليه؟ أقف هنا. نبتدي بمحمد. يلا يا محمد.
اهم حاجه يا محمد تركز في الايد، يمين ولا شمال؟ والرجل طبعا يمين ولا شمال. يلا ايد ورجل. برافو برافو، ماشي بسرعه، اسرع بقى. ايوه اسرع اسرع. ها برافو. ايوه ماشي. ايه جيت على اخر واحده وخسرت، حصلت الشمال بدل يمين. يلا حصل خير فعلا. يلا كنا هنغلط. برافو. ها ايوه 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 برضو نفس غلطه اخوكي. انا بس رفعت نو رجليك الشمال كانت على الرجل اليمين، اخر واحده رجل يمين. يلا يا ليلى نفس الغلطه، اخوات قوي. يلا يا ليلى. ها برافو يا ليلى. ماما بتشجعك تقول لك برافو. ها يلا اللي بعدها. برافو يا ليلى، اسرع. هنقعد نفكر. اسرع يا ليلى اسرع يا ليلى. يلا شيلي شعرك وخش. يلا يا ليلى. ها يلا يا ليلى بسرعه. ايوه يلا يا ليلى من غير تفكير. ها صح بس وقعت. ماشي برافو. يلا ايه يلا يا لوكا. اي الشمال الشمال يا لوكا. ماشي حلو قوي. طبعا خسران طبعا. تعالوا نشوف التحدي ايه اللي بعده ايه ونخش على اللي بعده على طول. برافو يا ليلى. اخر العاب التحدي بتكون معانا هي فرقعات البالونات. ما بعرفش اتوقع مين اللي هيكسب خالص. هنشوف مع بعض كده وهنشوف برضو التشجيع مع بعض كده ولا ايه؟ نشجع بقى بقوه جدا. بنات ما حدش يتحرك غير لما اقول له ونقول ريدي ستيدي جو. حلوه قوي يا ليلى. ورا بس مسيطره. ايوه الله يا ليلى. خطوه يا ليلى خط بس كده بس كده. مكانك بقى يا ليلى. يلا يلا ركزي يا لولا. ركزي يا جوري. ايوه لا 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 جوري من مكانك لسه. ها اطلعي قدام يا ليلى. ها لا 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 ما حدش يقول لا اطلعي قدام غيري. يلا يا ليلى اطلعي قدام بقى يا ليلى. هنا بس هنا. يلا يلا يا جوري خطوه بس هنا. يلا يلا يا لولا. يلا يا ليلى. يلا يا ليلى. يلا يا ليلى. يلا يا ليلى اقوى. ماشي اقوى يا ليلى ونشني. ايوه يا ليلى اللي بعده يا ليلى. برافو جوني ممكن تكسبي. بيبقى في المرحله دي يكسبوا. خطوه بقى بس هنا يا ليلى بس هنا. من عندك بقى من عندك بقى. يلا يا جوجو انا محتاجه مفيش. يلا خديها من الارض. يلا 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 يا ليلى. كسبت في التحدي ده. تعالوا نروح على طول على بلاي ستيشن نشوف مين هيعمل ايه بقى على طول. ايه ده؟ طبعا انا طبعا محمد بيحرجني احراج رهيب، عمال يكلمني بقى بلاي ستيشن والجيمز قلت لي ما فيهاش ايه؟ في يو سي ال فاينل سوبر 8 مش موجود. طبعا يا حبيبي شريف قفشني ان انا باخده على قد عقله او هو بياخدني على قد عقلي. المهم يعني احنا اتفضحنا كلنا. طب احنا عندنا ماتش بقى واضح ان هو قوي جدا وغير متكافئ، يعني مش عارفه مين اللي هيقطع مين، بس هو الصغيرين دايما شاطرين في بلاي ستيشن، الكبار دايما قاعدين قدام بلاي ستيشن. هنشوف بقى شريف ولا محمد، كل واحد من الاسره اختار اللي هيقدر يمثله في الماتش اللي جاي. جاهزين؟ جاهزين. مدرجات جاهزه؟ جاهزين. هنشجع مين هيشجع شريف؟ ومين هيشجع محمد؟ مش هتشجع شريف يا ملك؟ تشجع صح؟ ايوه كده. طب يلا بينا. محمد بيلعب باريس سان جيرمان وشريف بيلعب بليفربول. اوه ماشي. انت بادئ بس اه داخل سخن قوي. قال لك ده سخنت بقى من الاول بقى. ماشي مع اني قاعد لك على البال. يلا خلك من الاولها. ماشي ده بص الحماس. ملك جه جنبك، الولد جه جنب عمه علشان ايه التشجيع يبقى قوي. محمد صلاح عم طب شجعه. طب وانت قاعد جنبه كده ولا ده توتر بس؟ اه كوره مع باريس سان جيرمان في مستوى جيد جدا. اه ده واضح ان هو ماتش عالي بقى. ايه ده بقى ده؟ حلو قوي حلو قوي يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد.
واحد صفر. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، مش ممكن توقعت ماتش قوي وعملها والله، وعملوها الرجاله، برافو والله. والله علمناك يا حبيبي، اهو قاعد جنبك يمكن يبقى في اي حاجه. يلا يوتي حبيبي. باريس سان جيرمان بيباصي راجع تاني، واضح ان هو عايز يجيب جول، واحد ان هو عايز يجيب جول تاني، واضح ان احنا عايزين نخش على اتنين. حلوه قوي. ليفربول صحيله برضه، شريف ساكت وساكت ومتاكد. لا 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 ومركز. انت بص لي كده ليه؟ ما تخافش مش بهر. وبعدين جه قاعد جنبك اهو يا حبيبي، مش ممكن. ليفربول محتاج يركز، ليفربول محتاج يركز. احنا جبنا لك كل الدعم الممكن يا شريف. ايه بقى ده؟ حلو حلو قوي. ليفربول متحكم في الكوره، حلو مركز، فقه هو استفز، فهيجيب جول ان شاء الله ولا ايه؟ هنشوف. باريس سان جيرمان برضه فريق مش سهل محمد، مش سهل. دي جوره، دي جونه، دي جونده، ده جونده، ده جونده يا جماعه بقى. لا يا باريس، لا يا باريس، مش ممكن. كعبلتوا كعبلتوا، اه كعبلتوا كعبلتوا. باريس سان جيرمان مستولي على الكوره. الله على الترقيصه، الله يا ابني على الترقيصه، والنبي اتبسطت، انا نفسي اتبسطت. هايل هايل باريس سان جيرمان، هايل. الله حلوه حلوه يا ولد، بس الصده حلوه برضو. ايوه بيسقف له. ماشي ماني اهو، حلوه دي حلوه دي، حلو الجول قوي برضو. كورنر. ليفربول قرب بس يا مفيش. ايه بيحصل؟ الشوط الاول خلص، الشوط الاول خلص 1-0 لباريس سان جيرمان، ومحاولات من ناحيتين طبعا. ليفربول ما اقدرش اقول انه كان بيلعب وحش خالص، بس الحظ مش معاه. مش ايه؟ باريس بيلعب وحش يا ابني، هو اللي كسبان يا ابني. يا ابني انتوا خسرانين يا ابني. لا ان شاء الله ايه، نعوض بقى نعوض. قال لك بيلعب وحش من اولها يعني، من اولها يعني. احنا فين الكره؟ كره مع باريس سان جيرمان، حلوة قوي، مسيطر لسه، السيطرة قوية. هو أنت من بتاع أول جون في أول الشوط؟ آه شكلك كده. ليفربول بقى إيه، استفز. ما هو بقى بص بقى، اتعلم الدرس بقى. يمكن في الشوط الثاني طبعًا، ماني أهو. يمكن، آه يا ماني، يلا يا ماني. نخلص على الكلام، 1-1. واحد جاب جول في الشوط الأول وجول في الشوط الثاني، والدنيا نار هنا. قال له طب خد دي بقى. باريس سان جيرمان قال له طب خد دي بقى، في إيه بقى؟ في إيه بقى؟ في ايه؟ اوعى الحماس ياخدك. قال لك طب خد دي بقى، اه ما نشوف بقى. مش هتسكت، مش هتسكت. ماشي. يلا يلا يلا. انت ايه؟ يلا 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 يلا. ليفربول ليفربول. ماني 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 اهو، ماني اهو. اه حلو، يلا يلا يا صلاح. الله اكبر يا صلاح. ليفربول 2-1. ليفربول الغرور الغرور، اخرته وحشه. بس بيعمل لك ازاي؟ الله يبارك. ماشي ماشي يا عم، هنندم ولا هنعوض؟ هنشوف. هنندم ولا هنعوض كده. ليفربول ايه برضو برضو، الكره مع باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان داخل اهو ضاغط ضاغط، في خطوره ولا ايه؟ هنتعادل هنتعادل. لا ليفربول، الله، ما هو ده اللي حصل. ليفربول لعيب. باريس سان جيرمان رجع تاني. باريس باريس مع الكوره. كابيلو. ليفربول بيقطع عادلك بقى. ما خلاص بقى، خد ثقه بقى، خد ثقه بقى. ليفربول كوره مع باريس سان جيرمان، برافو. باريس باريس لا شوت بقى، باريس بقى شوت بقى فعلا. بالظبط. انت بتهاجم السنتر، طب ما تجرب هجوم حاجه تانية. ليفربول طب فين هي؟ اعملها ليفربول. ليفربول يلا ليفربول. ليفربول انفراد. ليفربول جاي. الله، حي التالت بره. مش هدي لك كورنر، مش هدي لك بقى الفرصه عشان هو قاعد لك بقى بالمرصاد. يلا ها 2-1 ليفربول. ماتش سخن جدا جدا جدا. يلا بقى خد الكوره. في خناقه، في خناقه في الكور. ده مش دفاع، ده ده ايه ده؟ انا مش هتعدي، محدش هيعدي من هنا. اوكي مش عايز. كورنر كورنر، خطر جدا خطر جدا. حلوه قوي قوي قوي. طلع الدفاع باريس سان جيرمان، قاعد له بقى. ما انتش ده
مش قادر، مش هيرتاح غير لما يتعادل غالبا. فاست بريك. شكل التاني جاي؟ لا لا، ليفربول قاعد مرقد له برضه. لا ده انا مش هسكت. ده ده فين بقى؟ وريني ماني. كرة مع ماني بس ايه؟ لو عدى خطر خاطر مش هعملها. قاعد له مش هتعمل لي. وانت هتجيب الجون التاني ولا ايه؟ هو الجماهير ساكته ليه؟ حلوه قوي، حلوه قوي. حد يشجعه شويه، الولد ابتدى يتوتر. مش ممكن. فاضل دقيقتين. فاضل دقيقتين. مش حل. فاضل دقيقتين نحاول نعوض. هنتعادل ولا هنكسب؟ ليفربول هيكسب. ادعي لله طبعا وسيبها على الله طبعا، بس العب يلا. فارس. لا ما بحبش حاجه. ليفربول. ليفربول ستاند باي. ليفربول. لا مش هقعد لفيت حواليك ده. ما بحب. لا ما بحبش كده بقى. تعالى. يا رب يا رب يا رب. اه انت الكوره بطلت دي. الله الله يا ولد. الله يا لعيب. الله. 3-1 لليفربول. قاعد وساكت ومتأني. وفي اللحظات الاخيره خلص الماتش. خلص الماتش. معلش يا ابني. هارد لوك. شريف اللي كسب. ليفربول اللي كسب. وتعالوا بقى على طول نشوف ونروح نلعب كونكت فور ونشوف هنعمل فيها ايه. يلا. ما حصل خير طبعا. يلا. جينا بقى للكونكت فور ونشوف مين من الفريقين اللي هيكسب النهارده في الكونكت فور. هنقول احمر يلعب الاحمر، هنقول اصفر يلعب الاصفر، هنقول احمر حد من الاثنين اللي هيلعب. هتظبطوها انتوا مع بعض بقى. اوكي جاهزين؟ عارفين مين اللي هيبتدي هنا الاول؟ مين؟ مالك. ماشي، يبقى الولاده تبتدي الاول. محمد احمر. دخلت. دخل. برافو. مالك اصفر. الله. ماشي يلا يا جوجو. احمر. هتنزل هتنزل. ايه ده بنصطاد عصافير؟ يلا استنى. ماشي لعبت بدلها. احمر. معلش اللي جايه. احمر. يلا جوجو. سوري ليلى. برافو يا ليلى. كده دخلت. استنوا بس ايه انزلها لكم. يلا مين؟ احمر. احمر. يلا يلا. اصفر. مالك. ها جت جت. يس. ماشي. ها اصفر. ليلى. احمر. اه يا جوليو عليكي. يلا يا مالك. يلا يا محمد. يلا يا جو. سيبي اللي بيقع يا جوني مكان. يلا ليلى قصدي. ماشي ليلى. يلا يا جو. ثانية ليلى. ماشي يلا. ها ماشي يلا. استنى. ماشي يا استنى محمد ما تلخبطونيش وسيبوا الكور اللي بتقع مكانها. ماشي اصفر. مالك. برافو يا ملوكي. احمر. جوري. ولا حد كون حاجه لسه. حلوه قوي. ماشي اصفر ليلى. احمر محمد. ها محمد. ماشي حلوه قوي. ها اصفر. اصفر مالك. برافو يا مالك. برافو يا ايكا. ماشي احمر. ايوه ماشي. اصفر ليلى. حلو قوي يا ليلى. اطلعي فوق. اطلعي فوق. اطلعي فوق. يلا استني يا مالك ما تلعبش. احمر محمد. ها ها عمالين تقفلوا على بعض وايه. حلو قوي الجيم ده. اصفر مالك. الله يا ملوكي. ماشي احمر جوري. اصفر ليلى. حلو قوي. احمر محمد. انتوا عارفين ان انتوا فاضل لكم ايه. احمر. احمر جوري. ها ماشي احمر محمد. ماشي اصفر ليلى. ليلى يلا يا ليلى. ايوه يا ليلى رجايه مركزه. ليلى. ها ما جاتش. احمر جوري. وسعوا لبعض. الفريق يوسع لبعضه. استنى يا مالك. ماشي مالك لعب. احمر. احمر يلعب مرتين. يلا محمد تاني يلعب. محمد تاني يلعب. ماشي يلا يا ليلى. حته حلوه قوي. لسه الاحمر كسب. الاحمر كسب. الاحمر كسب. برافو محمد وجوري. ودخلوا اربعه. برافو جدا جدا جدا. يلا بينا على طول نروح نشوف
حدوته من حواديت يحيى وكمون. بكم يا أصحابي، دلوقتي البالون هيخونا ويطير في مغامرة جديدة مع يحيى وكنوز بسينو عن الحيوانات في مصر القديمة. يلا بينا نشوف. يا بابا! مالك يا كنوز؟ إيه اللي مزعلك؟ أنا زعلانة عشان سبب تاني خالص. أنا عايزة أربي قطة وماما قالت لي لأ، مش هنجيب قطة غير بعد نتيجة الامتحانات. أنا بصراحة بحب القطط لأنها كان ليها مكانة كبيرة عند شعب كيمت. هو شعب كيمت كان برضو بيحب الحيوانات الأليفة؟ المصري القديم كان عارف كويس إن الحيوانات بمختلف فصائلها وأنواعها جزء أساسي من توازن نظام الكون، وسواء إنسان أو حيوان أو نبات كلنا عايشين في عالم واحد وبنكمل النظام البيئي. مجتمع كيمت كان مجتمع قائم على الزراعة، وده خلاهم يفكروا بذكاء ويستفيدوا من تربية بعض الحيوانات اللي بقت تتغذى على المحاصيل، وبعد كده يستفيد المزارع المصري من ألبانها ولحومها، وده كان سبب رئيسي خلاهم يهتموا بتربية الأغنام والماعز والأبقار، وكمان ربوا البط والحمام بغرض التغذية. يعني هما كانوا بيبيعوا المحاصيل والمنتجات دي؟ وقتها كان في نظام غير البيع والشراء المعتمد على وجود العملات يا كنوز، كانوا بيستخدموا نظام المقايضة، يعني تقدر تاخد حاجة من شخص تاني انت محتاجها وتديله حاجة عندك هو محتاجها. الغريبة يا ولاد ان الفيلسوف الاغريقي المعروف هيرودوت لما زار كيمت كتب إنه أول مرة يشوف شعب بيربي الحيوانات داخل المنازل. ده معناه إن قدرة المجتمع المصري القديم في الاستفادة من عناصر الطبيعة اللي حواليه سبق بيها غيره من المجتمعات اللي كانت موجودة وقتها. إحنا لحد دلوقتي لما بنزور منطقة الأهرامات بنركب جمل. المصري القديم ما استخدمش الجمال كوسيلة نقل إلا في العصر المتأخر بعد عصر الدولة الحديثة، قبل كده ما كانش موجود. وبعض سكان كيمت حاولوا يربوا الفيلة، لكن الفكرة دي ما نجحتش لأنه ما كانش فيه مراعي برية كافية على أرض كيمت لتربيتهم. الخيول ما ظهرتش في كيمت غير بعد ظهور الهكسوس في كيمت. قبل كده ما كانش شعب كيمت بيستخدمها في حياته اليومية. نقوش وكتابات كتير وصلت لنا في عصرنا الحديث يا سينو بتقول إن المصري القديم كان مرتبط جداً بالحيوانات اللي موجودة وقتها، لدرجة إن واحدة من أعظم الاكتشافات في عصرنا وهي توابيت الساروبيم معمولة مخصوص عشان تور أبيس، واللي لقوا منها 26 تابوت موجود في أنفاق طويلة جداً وصلت ل 400 متر. صحيح، شعب كيمت كان مهتم بالحياة اليومية، كان مهتم أكتر بالحياة الأخرى، وجزء كبير من معتقدات المصري القديم كانت مرتبطة برموز تجسد على هيئة أسطورية بتجمع ما بين رأس الحيوان والجسم البشري. اللي أنا شفتهم كان تمثال التور أبيس وسوبيك اللي رأسه على هيئة تمساح وجسم إنسان. في أكتر بكتير يا كنوز، تماثيل للقطة الطيبة الجميلة باست وهي رمز للحب والحنان، لكن لما بتغضب كانت بتتحول لتمثال سخمت اللي راسه على هيئة أنثى للأسد وجسم سيدة قوية وكان رمز للحرب، وكمان الصقر حورس وكان رمز للعدل والخير. بس تفتكروا الكلب كان بيرمز لإيه عند المصريين القدماء؟ ممكن الوفاء والحب، الدفاع والشراسة؟ الكلب الحارس واللي كان جسمه على هيئة إنسان كان رمز من رموز حراسة العالم الآخر عند المصري القديم. بس إحنا هنشتري قطة رمز الحنان. لا، هنجيب كلب. يوه، أنا هقول لبابا إنك بتضايقني. وبعد ما شفتوا حكاية النهاردة قالوا لي بقى إيه رأيكم يا أصحابي؟ حلوة قوي. طيب ومين فيكم بيحب القطط والكلاب زي يحيى وكنوز بسينو؟ أنا. أنتوا عارفين
إن أنا كمان بحب القطط والكلاب، وأول حاجة بعملها إني بسميهم اسم حلو. بس لازم نعرف إن في معلومات مهمة لو عندنا قطط أو كلاب، زي مثلاً إن هو ما يكونش مؤذي لينا ولا لحد من أسرتنا، ولازم نهتم بنظافته وأكله وما نخليش حد يأذيه. هما الفراعنة بيعملوا زينا كده؟ طبعاً، وكان عندهم رموز كتير من الحيوانات في حياتهم. وبكده خلصت حكايتنا، استنونا في حكاية جديدة ورحلة سعيدة. جينا بقى للمطبخ، والنهارده معانا اكل وشرب يم 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 يم، ومليء كمان الفوائد الرهيبه. الشباب النهارده هيعملوا لنا عصير عشان لما يروحوا يعملوه في البيت. انتوا بتساعدوا ماما في البيت؟ اه بجد؟ بنساعدها في الطبيخ. في الطبيخ بتعرف تطبخ؟ يا شكلك طباخ جامد. ها بتسيه وانت ما بتعرفش تطبخ، بس ممكن تعرف تعمل عصير. تيجي نتعلم نعمل ازاي عصير كيوي. ما اقولكوش بقى عصير الكيوي بالنعناع ده قد ايه منعش وجميل وفريش، وفي فوائد رهيب وفيتامينز بيقوي تقوي بقى المناعه. ايه رايك تحط انت كيوي؟ في حديد وفي الياف، حاجه يعني ايه بتخلينا دايما محافظين على الهضم، محافظين على نفسنا، وعندنا فريشنس كده، نبقى عارفين بقى الصبح نركز واحنا رايحين المدرسه، قبل تمرين لو بنتمرن. حط الكوبايه كلها، حط كده. ايوه كده ماشي. اللي مش عايزينه نحطه تحت. انت ايه رايك تحط لنا سكر؟ هات المعلقه وحط لنا السكر. عرفنا بنعمل ايه؟ بنجيب كيوي ونقطعه ونحط معلقتين ثلاثه عشان السكر ميز شويه. يلا معلقتين ثلاثه. ايوه متعود بس اظبطها. ايوه كده اللي بعد يا سيدي. انا على الفن اللي بيحصل فن. معلقتين. ايوه ونص عشان خاطر انا هيطلع ميزز اصلا. ايه عملتها ثلاثه؟ اه ماشي اوكي خلاص. لا لا تمام، ثلاثه ده يبقى كويس جدا. ونحط اتفضل بقى. هنحط النعناع. لا النعناع ده بقى في الاخر للتزيين. دلوقتي هنحط الايه؟ الميه. انا انتوا حطيتوا كيوي، انا احط ميه بقى عشان الطعم يطلع مظبوط. عشان ما تبقاش تقيله كمان. ايوه مظبوط. وتعرف تعمل كده. حلو قوي. انت بتقف في المطبخ، بتقف في المطبخ بقى. وبعدين هنعمل ايه يا اولاد؟ هنعمل ايه؟ ايوه حط لي الغطا. شكرا. الغطا على الثاني درجه. اتاكد، لازم نتاكد ان البط غطا مقفول قبل ما تخلط. اخلط يلا. اول درجه كده. اول درجه. بص بيحصل ايه. حلو كده. انا نخلطه كمان حته كمان حبه كمان عشان خاطركم بس. كده كفايه. والنبي استاذ، والله استاذ طبخ، استاذ مزيكا. طيب ايه رايكم نصبه بقى؟ يلا شيل الغطا. انت شيل الغطا وانا هصب. انت شيل الغطا وانا احط النعناع، وانت هتحط النعناع في الاخر للتزيين. يلا بينا. يا سلام، شامين ريحته يا ولاد؟ ريحته فريش وجميله. ونحطه فين بقى؟ هنشربه. نحطه في الثلاجه عشان يسقع، بس بعد كده هنشربه صح؟ ماشي. نسقع الاول وبعدين نشرب. في هنا حبه طبعا لبابا وماما يدوقوه بعدين، بس احنا بقى هنحط. حط النعناع يا سيدي، حط اللمسه الاخيره. نعناع فريش بقى لا لا اتنين تلاته كده. انا هحط هنا كده. انا عايز احط شويه. يلا حط، ومش شويه حط واحده عندك. كل ده ماشي. يا مفتري عادي. ماشي هحط هنا الحبه دول. حلو 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 كده بقى. هنعمل المكرونه كده بقى. لا هم البنات هيعملوا لنا بقى ايه؟ السلطه بتاعتنا. بصوا بقى يا اولاد، اخدتوا وقت قد ايه وانتوا بتعملوا عصير ده؟ 30 ثانيه. ولا اي حاجه خالص. مفيد ونص. لذيذ فريش، تقدروا تساعدوا بيه ماما وبابا. يلا تعالوا بقى نشوف البنات هيعملوا لنا ايه بقى سلطه. خدوا خدوا وديه يلا لعمو. يلا تعالوا بقى نشوف البنات هيعملوا لنا سلطه ايه بقى، وهنرجع تاني على طول. يلا يا بنات. جينا بقى للبنات الامارات اللي هيساعدوني بقى في سلطه النهارده. وسلطه النهارده ديليشس ديليشس، يعني طعمها خطير خطير خطير. بتحبوا السلطات والباستا سالاد بالزيت؟ اوكي. جربتيه قبل كده؟ لا. هنجربها مع بعض. انت بتحبيها؟ ما جربتيهاش، يبقى نجرب. دي بقى حاجه هايله جدا، مكرونه بالجبن الشيدر والسلطات بقى ايه نفسها. طيب
حضرتك يا استاذه ليلى هنتحت... هنت... يعني هن... هنطلب منك انك تعملنا السلطه هنا. حط لنا شويه بقى مكرونه على شويه خيار على شويه طماطم على شويه خس، وتسيبوا لي ايه والزيتون، وتسيبي لي الموضوع تسيبي تشادر في الاخر. اوكي يلا معاكي المعلقه، وحضرتك هنا هنبتدي مع بعض نعمل الدراسنج بتاعنا. معلقتك اهي اتفضلي يلا. اوكي الدراسنج بتاعنا مايونيز، هاتي معلقه. أوكي. يلا مش محتاجه تعملي كده، اعملي كده على طول. لا لسه هنعمل كده يا شيخه. يلا واللي يخلص حطيه تحت هنا في الدرج. اي حطي مايونيز كله، حبه مايونيز حلوين كده. ماشي كمان حلو، كمان 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 يعني كل مايونيز يعني كله. يلا يا ستي ولا تزعلي. جميل قوي الكلام ده. ماشي وبعدين عايزين نحط شويه ليمون. اوكي شويه شويه ليمون مش كتير، مش كتير عشان ما يبقاش نزل صح، عشان معانا خل برضه. حطي نقطه كمان بس كده، ونحط كمان نقطتين خل. حلو مكرونه بقى لسه ما حطيناش كل ده مكرونه، حطي شويه مكرونه مش كلها طبعا. ماشي اتفضلي هنا كده، ونحط بقى ايه شويه كمون وشويه شويه فلفل، بهاراتنا بقى اللي احنا بنحب. ايه سوري انا ايه، حط دي هنا كده. حلو قوي الكلام اللي بيحصل ده. وشويه من الملح، وشويه من الملح ممكن تساعديني نحط دول تحت. اوكي يلا اللي بيخلص ايه اول باول كده، حتى في المطبخ نبقى متعودين. حتى الليمون حتى الليمون. اوكي يلا انت قلبي لي بقى الدريسنج ده كله كده ودخليه في بعضه. اوكي ونشوف بقى هنا بيحصل ايه. احنا بنعمل سلطه بالمكرونه مش مكرونه بالسلطه، بس يعني تمام. هنحط شويه، بتحكي على ايه؟ هنحط شويه كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو. طب هنحط معلقه زيتين عشان لا بالظبط. احنا ما حطيناش زيت؟ لا شاطره والله شاطره. زيت زيتون صح، احنا ما حطيناش زيت. زيت زيتون من الحاجات المهمه جدا 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 والله. برافو بتساعدي ماما انت دايما. ها وبتاعت اكل بقى وقسم سلطات شكل حلو قوي. هنا بقى حضرين ايه، معلش ممكن نرمي دول، حضرين ممكن معلقه تانية يا جوجو يا ليلى قصدي. ايوه لا معلقه يعني ماشي. هاتي معلقه معاكي كده جاهزه في كمان كمان. حاسه ان انت عايزه زيت تاني زودي زيت. هو لازم يبقى خفيف صح؟ بس ممكن زيت تاني عشان المايونيز تقيل شويه. طب فحطي... نحط المعلقه دي فين؟ نقطتين حطيها تحت في الطبق. واحد نقطتين كده. ها ماشي ماشي حلوه قوي شكلها يومي قوي يا اولاد. صح ماشي صعب ليه تتقلب؟ ليه صعب ليه؟ ما انا بقلبها اهو. بس عايزين معلقه اصغر، ممكن معلقه تانية؟ يلا كده تقريبا الدراسك جاهز صح؟ طيب اصغر؟ حطي فيه بقى معلقه تانية عشان نقلب. مفيش لا فيه في ازاي مفيش؟ عندك كل المعالق قدامك اهي. مفيش صغير اهو، هي دي اللي انا عاوزاها اصلا يا بنات. يلا هاتي لي بقى الدريسنج اللي انت عملتيه حضرتك عشان اقل. اوكي حطي كده بعدين اخر حاجه نشد الوجبه دي بقى. الوجبه دي بقى فيها ايه؟ تعالوا نراجع مع بعض كده. ها ايه المكونات اللي انت حطيتيها؟ ها انا حطيتي ايه مش فاكره؟ انا فاكره خيار سلطه، فحطيتي ايه؟ خيار وطماطم وخس وزيتون وزيتون ومكرونه باستا طبعا مسلوقه طبعا. خيار وطماطم وزيتون وباستا وخس. حلو وهنحط بقى ايه الدريسنج بتاعنا، عملناه ازاي قولي لي يا جوجو. حطينا ملح وزيت زيتون ومايونيز وخل وفلفل وكمون وليمون وضربناهم في بعض صح كده. فبقى عندنا وجبه فيها نشويات فيها خضار بقت مفيده جدا تقريبا شبه متكامله، وفي نفس الوقت هي سلطه، فممكن ناكلها كسلطه وجبه كده الصبح فطار، ممكن ناكلها كسلطه مع الاكل مع الدريسنج يعني، وممكن طبعا نتعشى بيها بالليل. وجبه كامله متكامله بتدي انرجي وبتعمل حاجات مهمه قوي قوي قوي. اوكي الجبنه بقى لا الجبنه بقى الشيدر بقى، قطعين جبنه شيدر كده مكعبات نحطها. ما اقولكوش بقى ايه بتعمل ايه، شغل بقى شغل بقى. عايزين بقى ننضف الحاجات اللي قدامنا دي. يلا يلا ننضف يا بنات. يلا حلوه قوي السلطه بتاعتنا، شكلها جاهزه وشكلها
يامي. يلا مين جايز يدوق؟ أنا. يلا دوقوا يا بنات، وبكده يبقى وصلنا لغاية نهاية الرحلة بتاعتنا، ومبسوطين جدا إن إحنا عملنا سلطة. يامي دوقوا، خشوا على طول ما تستنونيش، واستنوني أنتوا بقى الحلقة بقى اللي جاية والرحلة اللي جاية. عندنا أكيد أسرات مختلفة، وعندنا أكيد طبخات مختلفة، وعندنا حاجات كتيرة قوي مختلفة هنعملها دلوقتي بقى نروح نغني ونقول لكم باي باي. حلوة قوي ها؟ قوي؟ الموبايل مفيد أكيد، بيقرب البعيد، بيعلمنا الجديد. أيوة بيعلمنا الجديد طبعا، لكن بياخد من وقتنا في المذاكرة والرياضة والقعدة مع أهلنا. بيخلي كل واحد فينا قاعد وحيد، نرسم ولون، العب رياضة، نفتح كتاب، اضرب سعادة. I'm